السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسوا خوتنا اللي في الغربه. احنا عارفين بان يعني المغرب راح يقدم يعني الترشيح تاعو لاحتضان يعني كاس العالم، وهذا حاجه تشرف افريقيا، وراح ان شاء الله نكونوا لما لا يعني ان شاء الله بجانب المغرب ان شاء الله، اذا كان محتاج يعني يعني الدعم تاع البلد الشقيق اللي هو الجزائر. مثل ما تكلمنا في فيديو سابق راح نوضحوا بعض الامور اللي ممكن البعض ما تنبأ لهاش ولا ما تفطن لهاش، انه نسمعوا يعني في بعض الصفحات التابعه للاتحاديه واحباب الاتحاديه وتابعه لزطشي شخصيا، انهم يسوقوا للجمهور الجزائري والمشاهد الجزائري والمتتبع الجزائري للشان الرياضي الداخلي انه زطشي عنده عداوه وضد المغرب وضد الاقجاع و و و و بالامس القريب فقط في 2018 زطشي اعلنها صراحه الولاء التام للاقجاع والولاء التام للمغرب ومساعده المغرب، وزطشي كانت عنده علاقه قويه وقويه قويه جدا جدا مع الاقجاع، يعني لدرجه ما تقدروش تصوروها. لماذا؟ بحكم انه يريد ضرب يعني عصفورين بحجر واحد، كسب ود الاقجاع وفي نفس الوقت مهاجمه الرجل السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم الحاج محمد روروة. هذا أمر واقعي وأمر شفناه بعينينا وأمر يعرفه كل الجزائر، يعرفه كل الجزائريين، أنه زطشي جاء للاتحادية بغية الانتقام فقط، بغية الانتقام فقط، لا مشاريع لا برامج لا أهداف، الانتقام وطبيعة الحال مصالح شخصية اللي نعرفوها ويعرفها كل جزائري، مصالح شخصية الواضحة وضوح الشمس، مصلحة النادي أعلى ولا هي في المرتبة العليا وهي هي كل شيء، يعني إن صح القول الامتيازات النادي هي الهدف الأساسي لبرنامج زطشي، النادي بارادو بطبيعة الحال. إذا زطشي عنده علاقة قوية ومتينة مع فوزي الأقجع، وزطشي وماجر بطبيعة الحال لما راحوا المغرب راحوا يساندوا المغرب وراحوا يساندوا فوزي الأقجع لكي تفوز المغرب بتنظيم كأس العالم. ويتوضح لنا جليا دائما انه نعرفوا انه الرجل السابق للاتحاد الجزائري لكره القدم الحاج محمد روروة كانت عنده خلافات مع الطرف المغربي وخلافات كبيره ايضا مع فوزي الاقجع، واصدقاء فوزي الاقجع وزملاء فوزي الاقجع في الاتحاد المغربي او في الجامعه المغربيه خرجوا حتى في القنوات المغربيه وهاجموا روروة واتهموا الطرف الجزائري و يعني اتهامات خطيره وشتم الرئيس السابق من قبل الاتحاد المغربي، لانهم يعرفوا انه كانت عند روروة نفوذ قوي في الكاف. بعد هذا الشيء عرف في القضيه انه كاين صراع بين روروة وفوزي الاقجع، اذا ماذا افعل؟ يجب محاباه الاقجع لكي اهاجم الند نتاعي ولا العدو نتاعي هو الحاج محمد روروة. وطبيعة الحال كسبوا علاقة قوية ومتينة، لولا يعني السياسة الخارجية للدولة الجزائرية اللي خاصة في بعض القضايا السياسية الجوهرية خلت هذه العلاقة نوعا ما ضر زطشي انه يبقى في موقف محرج، لانه معروف انه الصديق الصدوق للقجع هو خير الدين زطشي، خلته في موقف ضعف. الشيء الاخر قضيه ايضا اللي راهي الان راهو كثر عليها الكلام، قضيه الصحراء الغربيه. قضيه الصحراء الغربيه ننظر لها اول شيء بتعليق عربي، التصويت كان 100% وبالاجماع، ما كانش طرف اللي رفع ايده ورفض قرار من ثلاث الاقتراحات، عفوا الاقتراحات الثلاثه خاصه قرار تاع الامم المتحده اللي ما تكون دوله ما تكونش في عضو في الامم المتحده، طبيعه الحال ما عندهاش حقيقه انها تكون عضو في الكاف. زطشي ما رفعش يدو قال نو ولا رفض الاقتراح. نسمعوا ساعة تعليق العربي وتسمعوا مليح وتتأكدوا بأنفسكم. سيد ألاحظ سيد الرئيس أن هناك فقط تصويت بنعم، إذا 100% نعم، أصوات المعبر عنها هي 100% بنعم لهذه التعديلات، إذا النقطة تم التقرير بشأنها. شكرا جزيلا. و
شكرا على التصويت على هذه التعديلات وجوهرها ومضمونها تم شرحه من قبل السيد الكاتب العام. نمر إلى النقطة 15، هل هناك مقترح من اللجنة أي جمعية عضو؟ لا سيدي الرئيس، لم نتلقى أي مقترح من الجمعيات الوطنية. إذن سنأخذ استراحة. هل هناك مقترحات شريطه تقديمها بما يتفق مع الفقره 8؟ لا لا سيد الرئيس، ليس هناك اي مقترحات. بعد ما سمعنا يعني امور واضحه، ما بقاش دركا واحد يقول لك ما كاش منها وفبركه ما فبركه. زرشي صوت بنعم مثله مثل كل الاعضاء، يعني اللي صوتوا بنعم. هنعرفوا انه القضيه مسيسه والاقتراح الثالث هذا مسيس بحكم انه الجمعيه هذه تاع الانتخابيه تاع الكاف صرات في المغرب، يعني امور كلها مضبوطه ومحكومه على المقاييس المغربيه. لكن اللي يهمنا قضيه انه تعمد ما تعمدش، انا ما ندخلش في النوايا. قادر يكون ما تعمدش زطشي انه يصوت بنعم، قادر يكون دار عن غير قصد، انا مانيش محامي زطشي ولا ندافع على زطشي. لكن على غير قصد، لو نقولوا الراي، نجمع الراي تاع اللي يقولوا باللي ممكن دار عن غير قصد ما يعرفش. يا اخي ما تعرفش القوانين، علاش راك رئيس اتحاديه؟ انا ما نعرفش القوانين، صوت بنعم الله غالب ما نعرفش عن جهل، على راني رئيس اتحاديه وشد في الكرسي ما نعرفش الروح، ما نعرفش القوانين، ما نقعدش في الاتحاديه الروح قال يا ناس انا خاطيني القوانين، يا ناس انا لا علاقه بالقوانين، خلوني نروح نسير الفريق نتاعي ولا نروح نبيع الفايونس. مش عيب يعني كل واحد يحب يسير نادي تاعو ولا يرجع المهنه تاعو الاصليه، مش عيب. ما نعرفش الروح، هل راني شاد في الكرسي؟ انا ما نعرفش القوانين وانا جاهل بالقوانين. صوت قالوا لي قول وي، قلت وي، قالوا لي قول نو، قلت نو، صوت بنعم الله غالب ما نعرفش. ما نعرفش الروح، ما نعرفش القوانين والروح، راني قاعد في الكرسي وشد فيه وحاكم فيه والاتحاديه وندير والفيفا تعاقبنا والفيلم الهندي ما ندير فيلمات هندية ما نقول في وتعاقب لي. أنا ما عرفتش، فشلت في عديد من المرات وزادت هذه القطرة التي أفارت الكأس. أنا قالوا لي صوت، ما نعرف نقرأ القوانين، ما نطالع على القوانين، ما نعرف قوانين، أنا جاهل بالقوانين وش ندير؟ اسمحوا لي يا ناس، أنا راني صوت الله غير ما نعرفش القوانين، اسمحوا لي أستقيل وخلاص كما نعرفش، مش عيب. أما بصح أنك ما تعرفش القوانين وجاهل بالقوانين وتبقى شاد في الكرسي، يعني واش معناه؟ معناها انك صوت بنعم تعمد. كنت نقول لك باللي كنت نقول باللي قادر يكون غير متعمد، ما ندخلوش في النوايا، بصح مادام ما تعرفش القوانين استقيل يا زطشي، استقيل مش عيب. بصح انت ما زدت شاد في الكرسي، اذا درتها عن تعمد. الناس كي تتهمك انك درتها تعمد ما تلومش الناس وما تقولش نرفع قضيه بالجريده الفلانيه ولا بالقناه الفلانيه ولا. انك انت خليت نفسك العرضه للتهكم، انت خليت الناس تضحك عليك، انت خليت الناس حديث الشارع في المقاهي يتكلموا الا على الفضيحه نتاعك. علاش؟ لانك انت ورطت نفسك ورطت الجزائر بطبيعه الحال، انك اهنت الجزائر. انا ما نعرفش القوانين، انا كخير الدين زطشي ما نعرفش القوانين، صوت ما نعرفش، ما طلعت شو صوت عن جهل. كامل الناس تغلط بصح الغلطات هذه عن جهل، ما تعرفش القوانين. يا اخي خلي ناس اخرين يشوفوا بلاصتك في الاتحاديه يعرفوا القوانين ويسيروا الاتحاديه عن كوميلفو، يسيروها كما ينبغي. ما نعرفش، ما نعرفش الروح، لكن ما نعرفش نشد الكرسي، احنا علامات استفهام. قضيه رايحين نخدموا الكره الجزائريه، رايحين نخدموا، رايحين يعني المستقبل، رايحين نخدموا الكره الجزائريه. الربع السنين اللي فاتوا انا ما خدمتش الكره الجزائريه، ما خدمتش، خدمت حاجة واحدة قلتها في البداية، ماركتينغ، بيع وبزنس وبيع لي الجوال تاعك. هذه خدمتها، واحد ما ينكرها. الماركتينغ كنت انت نمبر وان، انت رقم واحد في الماركتينغ، طلع لي جوال بارادو وبيع. اذا الفيلم هندي واضح وضوح الشمس. نتمنوا الخير للكرة الجزائرية. ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.